في ناس وناس كتير تعاني من الأرق دي، معاناة كل ليلة هي قلة النوم، أو النوم بصعوبة، أو النوم يبقى هربان منك، أو النوم يبقى مستخبي كده ناقص يعملوا له إعلان ابحث مع الشرطة. ناس بتحاول تنام بدري بيفشلوا، ناس نومها متقطع، ناس يناموا شوية ويلاقوا نفسهم صاحيين مفنجلين كده عيونهم من غير ما ياخدوا كفايتهم من النوم. ايه الموضوع؟ حسب الدراسات الحديثة 50% من سكان العالم بيعانوا من الأرق، لكن مين بقى أكتر ناس عندهم المشكلة دي في العالم العربي؟ مصر ودول الخليج، وهذا ما تؤكده الدراسات. طبعا في أشكال كتيرة من الأرق، وأكيد بتزيد لما مواعيد النوم بتتغير زي ما بيحصل كده رمضان، وبعدين نتعود على مواعيد نوم معينة، يخلص رمضان نتعود بقى ومحتاجين نعود نفسنا على مواعيد نوم تانية. في ناس بيعرفوا ينظموا مواعيد نومهم تاني، وناس لغاية دلوقتي بيناموا ساعات قليلة قوي قبل ما يصحوا الصبح علشان يروحوا أشغالهم. ده غير طبعا مشكلة الساعة البيولوجية اللي بتتأثر بإضاءة التليفونات والشاشات عموما. الإضاءة دي بتقلل من إفراز هرمون الميلاتونين اللي بيساعد على النوم الهادي. يعني الموبايل اللي بعض الناس بيتسلوا بيه عشان يعرفوا يناموا هو بنفسه سبب رئيسي لهروب النوم. ده غير الكافيين بقى والمنبهات ونمط الحياة اللي ممكن يلخبط مواعيد النوم. طبعا قلة النوم بتضايق، بس في عواقب صحية لقلة النوم، لأنه قلة النوم ممكن تعمل حاجة اسمها اضطرابات النوم. عشان كده ضروري جدا إن اللي بيعاني من مشاكل النوم يعرف هو بيعاني منها لإيه الأسباب، يحاول يعالجها عشان صحته في المقام الأول. معنا الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. دكتور وليد أهلا بحضرتك. أستاذة إنجي مساءك جميل من غير أي أرق. أنا على طول عندي أرق، عارف سليبلس إن كايرو، فاكر فيلم سليبلس إن سياتل المشهور ده؟ إحنا على طول سليبلس يعني بلا نوم. إيه الأرق ده؟ بيجي منين؟ ليه ما بنعرفش ننام؟ ليه لما يكون عندنا ميعاد الصبح بدري ده خلاص بقى ما مستحيل، لو حتى هتعرف تنام لك شوية مش هتنام أصلاً؟ صحيح. هو بص، زي ما حضرتك أشرتي ان الارق ده مصطلح جامع مانع وشامل لكل اضطرابات النوم المختلفه، سواء بقى قطع النفس، طحن الاسنان، اضطراب الساعه البيولوجيه، المشي اثناء النوم، الواحد بيتهيأ له انه هيقع من على السرير، تململ الساقين، النوم القهري، يعني واحد يبقى قاعد كده المغربيه يلاقي نفسه دماغه بتميل غصبا عنه، التريم انه بينزل كده سائل من بقه، كل ده بيعمل له اضطرابات نوم. الشخير في بعض الاحيان، في مشاكل في الجيوب الانفيه، الجاسوم، والجاسوم ده حاجه خطيره جدا. ايه الجاسوم ده؟ والله بص حضرتك، الجاسوم دي ظاهره بتيجي لحوالي 50% من سكان الكره الارضيه، منهم 5% بيستمر معاهم. عباره عن ايه؟ الانسان فينا لما بيجي ينام بيجي له ارتخاء في كل عضلات الجسم ما عدا عضله الحجاب الحاجز والعضله الخارجيه بتاعت العين. لما بيكون بيمر بدوره النوم وما اكتملتش ويصحى مره واحده، العضلات ما بتلحقش تاخد الوضعيه بتاعتها وتدي لفسيولوجيه الجسم شغله العادي. فساعتها بيستشعر ان هو قاعد عنده عجز ديسابيلتي، مش قادر يقوم، ممكن يجي له هلاوس سمعيه وبصريه، يبقى عاوز يقوم او ينادي حد ما يعرفش. ايوه، عاوز يصرخ ومش قادر، فيجي له نوبه من الهلع ونوبه من البانيك والخوف، ويبقى قاعد بيبكي في بعض الاحيان، يقول لك انا النهارده الصبح كانت روحي بتطلع ومحدش حاسس بيا. طب يعمل ايه اللي بيجي له الجاسوم ده؟ يعني الجاسوم ده احنا بنعالجه بحاجات، يعني نشوف الاول مثلا الناحيه الوراثيه عنده، هل عنده خلل في البروتين مثلا او كروموسوم 6 عنده مشاكل فيه فبنعالجها له، بنفهمه النوم الصحي بيجي ازاي، ان انت تنام مثلا ما تنامش على ظهرك، لان معظم اللي بيجوا لهم الجاسوم بيكونوا نايمين على ظهرهم. بالظبط، فنام على الجنب اليمين او الجنب الشمال. موضوع طحن الاسنان كمان، يعني الواحد بيجز على اسنانه وهو نايم. طحن الاسنان ده بيبقى نتيجه اختزال العصبيه، يعني دايما بيجي الانسان اللي دمه حامي بياخد كل الامور على صدره متنحرر، او للزوجه اللي بتعاني مع جوزها او مع اولادها
وبتحاول تمشي امورها، فبتختزل العصبيه بتاعتها فيجي لها ويا صاحبه بما يسمى السايكوسوماتيك ديزوردر. حضرتك قلت الزوجه، ما فيش الازواج ما بيجيلهمش، واضح يعني. يعني نص تذكره كده يعني. طب نعمل ايه في اضطرابات النوم والقلق بوجه عام، وان بيخلينا دايما عندنا ارق، نعمل ايه علشان نتخلص من الارق؟ روشته كده. يعني احنا بنقول كده بسرعه وعلى عجاله، لو عندك بعض المشكلات الصحيه اللي بتؤدي لده حاول تعالجها. زي ايه؟ زي التهابات الجيوب الانفيه اللي بتخليك مش عارف تتنفس، يجيلك انقطاع نفس بالليل، زي ارتجاع المريء اللي ممكن يقفل زورك وما تعرفش تاخد نفسك. صحيح. فبرضه تصحى من احلاها نومه. زي لو انت عندك السكر مثلا، فبتروح الحمام كتير بالليل، فتحاول تعالج السكر وما تشربش سوائل. حاول بقدر الامكان ما تتعشاش عشا تقيل، ويفضل ما تتعشاش خالص. نام يعني خفيف يعني. بقدر الامكان. حضرتك اشرتي للموبايل، احنا عندنا متلازمه نفسيه مع كل واحد ماسك موبايل اسمها متلازمه الاهتزاز الوهمي، ده بيصاب بيها 87% من اي حد معاه موبايل، ان هو يتهيأ له موبايل رن، يتهيأ له انه نور، يتهيأ له انه جاله مسج، يتهيأ له انه في حد بعت له على الماسنجر، فده ما بيخليش الواحد يعرف ينام. يعني يقلق لا عليه. وفكرة الناس اللي بتقعد تقرأ أو تتصفح يعني على السوشيال ميديا مثلا على موبايلها قبل ما تنام، أعتقد ده بيعمل أرق أكتر. ده بيعمل أرق، وبعدين لقينا بيعمل حاجة اسمها طلاق النوم. طلاق النوم ده محدش أشار ليه في مصر قبل كده. طلاق النوم. أيوة يا فندم، طلاق النوم ده الدراسات والإحصاءات العالمية قالوا من كل 6 حلقات طلاق في أي مجتمع فيهم حالة بسبب النوم، إن شريك الحياة دوت قاعد بيقلق اللي جنبه، هو عنده أرق بيلعب على الموبايل، اللي جنبه بيحب ينام في الضلمة هو منور النور، اللي جنبه يحب ينام في التكييف هو عاوز ينام في الحر. يبقى في طلاق التكييف وطلاق النوم وطلاق الموبايل وكل الحاجات دي. بالظبط كده هوت، لأن خدي بال حضرتك بيعمل عصبية لشريك الحياة، وبيستشعر عدم التقدير ان الاخر ده مش مشاركه فرحته، وبيستشعر الانانيه والنرجسيه، يعني بيديله كونسبت اكتر من مفهوم حوالين الشخصيه اللي قدام منه قد يكون في الحياه العاديه مش شايفها. عشان كده هو احنا بنقوله ايه؟ نام في جو هادي، نام في جو امن، خلي الوساده بتاعتك ما تبقاش عاليه قوي، تبقى متوسطه. احنا داخلين على الصيف، ما تخليش الملايات بتاعت السرير واكياس المخدات من البوليستر. حاول بقدر الامكان تعمل ارتباط شرطي بين اي حاجه عندك في البيت وبين النوم، تستجلب لك النوم. تولع بيدي لايت، اضاءه خفيفه، تشغل فيلم كوميدي ابيض واسود من بتوع زمان، بحيث ان انت اول ما تستدعي الحاجه دي او اول ما تعملها تنام على خبره النوم، فتنام في ارتباط شرطي. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك.